تنشر موازنات هذه ممكن تعملها مشكلة، هذا ممكن تخلق قلبك. بهدف قياس مستوى الشفافية في مجالس الخدمات المشتركة، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان جلسة حوارية لمناقشة تقرير مقياس الشفافية في تلك المجالس بالضفة الغربية، بما يساهم في تطوير أدائها وبلورة توصيات تسهم في سد الفجوات والثغرات التي تعيق مستوى شفافيتها. اعتمدنا في التقرير على مقياس على قياس 40 مؤشر بقيسوا خمس مجالات مرتبطات بشكل مباشر في مفهوم الشفافية في المجالس الخدمات المشتركة. كل مجال من المجالات في مجموعة من المؤشرات اللي تم قياسها على حدة، وبالتالي تم توزين هذه المؤشرات ووضعها بعلامات معينة بحيث أنه نقدر نفاضل ما بين هذه المؤشرات، وبالتالي نعرف مدى تطبيق مجالس الخدمات المشتركة لهذه المؤشرات. نتائج متوسطة للشفافية للمجالس علاوة على تفاوتات بسيطة في مستويات نشر التقارير المالية والإدارية، لا سيما وأن التصنيف العام لجميع المجالس التي شملها التقييم يندرج تحت فئة مقبول بدرجة متدنية. مؤسسات شبه حكومية بتقدم خدمة واحدة، الهدف منها تحسين الأداء. أبعاد رئيسية أخذت في مقياس إعداد التقرير، لا سيما وأنه يحتوي على 40 مؤشر تعتمد على المعلومات المتوفرة في المواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل جمع ونشر المعلومات. التقرير لا نختلف على وجوده، ولا نختلف على الشفافية، ولا نختلف على تعريف الشفافية، ولا نختلف على توصية التقرير من ناحية منهجية التقرير، ولكن ما كان النقاش يدور حوله بأنه إحنا في مجالس الخدمات المشتركة يجهل عملنا الكثير من الناس، من المواطنين بشكل أساسي ومن بعض الهيئات المحلية والرسمية، يعني أعمالنا وكانها تظهر وكانها زي الجند المجهول. توصيات عديدة خرج بها التقرير كان أبرزها مؤسسة الشفافية داخل مجالس الخدمات المشتركة وتطوير بوابة إلكترونية مركزية تشبه تجربة بوابة الهيئات المحلية وتعزيز التواصل والتفاعل مع المواطنين، إضافة إلى التعاون مع الجهات الرقابية وتشجيع المواطنين على المشاركة والمساءلة المجتمعية.